يسأل عن تركيب الرموش هل يكون من الوصل؟ هو من التجمل، من الزينة. فإذا وضعتها المرأة هذه الرموش لزوجها أو بين النساء فلا بأس إن شاء الله تعالى، وليست من الوصل. أما إذا وضعتها وهي تخرج أمام الرجال يراها الرجال الأجانب، وهذه من الزينة التي أمرت المرأة بإخفائها. وكذلك ما أدري لعل بعضكم عنده خبرة أو شيء، هناك رموش مؤقتة، هناك رموش طويلة المدى، صحيح؟ 6 أشهر، في رموش 6 أشهر، رموش 6 أشهر هذه لا تجوز، لا تمنع وصول الماء، هذه لا يجوز لبسها. وإنما الرموش التي تركب وتزال في الوقت ذاته هذه لا بأس، أما طويلة المدى هذه لا تجوز.